الحمد لله رب السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي ايدي احد وثلاث ارباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير لا يفتح الامر للناس محمد فلا امسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره تقديرا واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله توكل على الله لا عالم له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي حول تموت إن الله عليم خبير وبعد عباد الله فيقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون فكل خلق الله بامره وتحت سلطانه وقدره وبمحتضى علمه وقدره فلا الاسباب تخلق ولا الاعمال تنزق ولا الادوار تعدي ولا الاهوال تبدي ولا الأموات تبقي ولا الطبيب يشفي ولا العالم يكفي فالطير طير الله والخير خير الله ولا إله إلا الله وهو سبحانه شرع الأسباب رحمة بخلقه وأقام حياتهم على مقتضى سنن حكمته وحكمه وعلق بها آثارها وأجرى في البرية أسرارها وبث في الخلق عمومها فمن أخذ بأسباب الخير ويتخير ومن أخذ بأسباب الشر ويتشفى والله خلقكم وما تعملون وصح الخبر عن سيد المجد صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا عدوى ولا قيامة ولا حامة ولا نقى ولا صبر فلا العدوى نخلق الأدوى ولا مع حركة الطير شر ولا خير ولا الأم والغراب تأتي من خراب ولا الأنواع والنجوم تنزل بسيف الهجوم ولا حدود شهر صفر يحل وشبه الاخر وصحت الاخبار عن النبي المختار صلى الله عليه واله وسلم في اجتناب اسباب الاذى والهلاك كمقاربه للجنون والوقود على بلد وماء فالفرار من القدر بالقدر والتوكل على الله الصبر الفرد ومن انقض عن شيء اغفل عليه ومن قبض عن شيء أقبل عليه بحال شجر أو قال سمع فلا يصدنا وليتوكل على مولاه وليتوكل على مولاه وعليه بلا حول ولا قوة إلا بالله فإن لها رأس التوكل وتنزل على الجنة وليقل اللهم لا خير إلا خير ولا خير إلا خير فإن طعنت ولم تلقي فقد طعن قلبي فطعن الشعر بارك الله لي وبارك الله لي ولكم في وحيه وألهمنا حسن الهدى لشرعه وتحقيق تفويض إليه وحسن التوكل عليه بارك الله لي ولكم في وحيه وألهمنا حسن الهدى لشرعه